في أروقة وزارة التربية ثمة حكايا يرويها المواطنون عما يحدث داخلها بمعاملاتهم ولمعاملاتهم، وكلمة مرنة باكر على كل لسان. كل واحد يروح يسأل غرفة اليمك، روح يسأل غرفة اليمك، روح يسأل غرفة، كل النظام ارتجالي، ما في شيء محدد يعني، شيء واضح حط له ورقة ولا لافتة، خطوات 1 2 3 4. كل واحد يروح يسأل ارتجالي، وهذا يقول كلام وهذا يقول كلام. المشكلة في المصافط أول ما نعاني منها، أول مشكلة يعني تواجه قبل لا تدخل تسوي أي مراجعة عندك، وبعدين لما تدخل ما تعرف وين الأماكن بالضبط اللي وين تودي أوراقك، يعني ما في مكان استعلامات، يعني يقول لك أول شيء تبدي هنا تودي أوراقك، بعدين تنتقل للمرحلة الثانية، الخطوات اللي تمشي فيها ما تدري وين تروح، لازم تسأل هنا كل واحد يعطيك مكان وتروح من مكان لمكان عشان تراجع. صار لي أسبوعين قاعد أراجع وللحين ما سويت ولا شيء ولا شيء، لأن كل ما يقولون عندهم اكتفاء ولا شغلة تعال راجع بعد أسبوع، عندهم اجتماع ولا شيء هم تعال بعد أسبوع اللي بعده، وهذه شغلتي أنا كل مرة. والله الوزارة لازم أصلا يرتبون أمورهم، وقاعدين يودون الموظف أكثر مبنى، مبنى 4 مبنى 3، روح تعال روح تعال، فهذا أمر مو زين يعني. أنا من ناحيتي أشوفها ممتازة، بس عندي ملاحظة واحدة اللي هي لو يبطلون لنا بالمنطقة 10 مكان راجع فيه بدال ماني هني ودرب طويل.